أهلا بكم من جديد. في هذا الجزء أيضا سنبقى في الشأن السوري وتحديدا في موضوع الانشقاقات، هذا الموضوع الذي بدأت وتيرته بالتصاعد بشكل ملفت في الآونة الأخيرة، إن كان على مستوى بعض الرتب العسكرية أو بعض المناصب السياسية. وفي هذا السياق الآن معي على الهواء مباشرة، لكن لن نقول من أي منطقة، حفاظا على سلامته، اللواء المنشق محمد حج علي. أهلا بك، مساء الخير حضرة اللواء. نود أن تطلعنا على أولا انشقاقك منذ متى حصل، وفي أي المناطق كنت حضرتك، يعني كل المعلومات اللي ممكن تكون مفيدة للمشاهدين ولنا. مساء الخير للسادة المشاهدين. مساء النور. ولك سيدتي وكل عام وأنتم بخير. شكرا لك ولك أيضا. على الرغم من أنه شعبنا السوري لا يزال حتى الآن يعني ينتظر العيد الكبير ألا وهو سقوط هذا النظام. نعم. حقيقة انشقاقي بدأ في بداية الثورة، انشقاقي الفكري بدأ في بداية الثورة، ولكن انشقاقي الحقيقي بدأ في 2/8/2012. اوكي، يعني من حوالي موضوع الانشقاقات في تقريبا موضوع الانشقاقات الحقيقه موضوع يعني مستمر منذ بدايه الثوره. كل الضباط الشرفاء الذين يعرفون ماذا يمارس هذا النظام على الارض يرغبون بالانشقاق، ولكن طيب هناك حضرتك كبيرة. لو سمحت حضرة اللواء، يعني معلش اسمح لي بأسئلة كثيرة ولكن قصيرة، حضرتك بالجيش بأي قطاعات وبأي المناطق كنت موجود؟ أنا موجود في، كنت مدير كلية الدفاع الوطني وفي دمشق وأراقب وأحلل ما يحدث في سوريا. لم أشترك في أي أعمال عسكرية ضد أهلي وشعبي، ولم أساهم لا فكريا ولا ماديا في مشروع هذه العصابة. أيوة. التي تحكم سوريا. طيب حضرة اللواء، في كلام كان سمعناه من عدة تقارير أو مصادر أنه بكثير من العمليات يتم إلى حد ما محاولة تحييد الجيش ويسمح للفرق اللي ولائها كامل للنظام بأن تكون هي موجودة في هذه العمليات خوفا من انشقاق مجموعات الجيش. هل هذا صحيح؟ هل كنتم تمنعون عن معرفة بعض العمليات أو بعض المعلومات؟ حتى نكون صادقين، كان هناك رسائل تيجي لبعض الأشخاص يعني من مؤيدي النظام اللي موثوقين أكثر من النظام لتنفيذ هذه العمليات، لا تصل إلى الآخرين اللي لهم موقف قد يكون بنسبة ما بعيدين عن هذا النظام، لذلك لا تصلهم هذه الرسائل. هناك رسائل خاصة يرسلها النظام لأشخاص معينين ولضباط معينين ولفئات معينة للأسف الشديد، ليست بالتراتبية العسكرية وإنما بالتراتبية الأمنية للأسف الشديد. هذه ناحية. الناحية الأخرى، النظام أقصى كافة القادة الذي يشك بولائهم ولو بنسبة 1 بالألف عن المناصب القيادية في القوات المسلحة اعتبارا من قائد سرية ووصولا إلى قائد فرقة. كل ضابط يشك فيه ولو بنسبة 1 بالألف يقصى عن منصبه. نعم. وأعداد كبيرة أقصيت، وللأسف الشديد هي من فئة يعني أو من طائفة معينة. طيب. للأسف. وهناك أيضا أعداد كبيرة جدا موضوعة في السجون بسبب شعورهم أنه هذا الضابط يمكن أن ينشق أو يمكن أن يكون له موقف مغاير من هذا النظام. طيب حضرة اللواء، منذ بداية الأزمة في العام الماضي ونحن نسمع
من أطراف المعارضة ومن يعني الشق العسكري منها تحديدا عن أدوار إيرانية مباشرة وأيضا أطراف أخرى مؤيدة للنظام، إن كان بال يعني المساعدة أو بالوجود البشري لمقاتلين على الأرض أو بالأسلحة. هل هذه المسألة لمستها حضرتك مباشرة ولا أيضا هذا نوع من المعلومات تحجب عنكم؟ هي ما في شك محجوبة عن الناس اللي ما بيشتغلوا فيها، وأنا كنت واحد منهم، محجوبة عني هذه المعلومات. لكن الأداء اللي ومعرفتنا في الجيش ومعرفتنا في العلاقة السورية الإيرانية ومعرفتنا في علاقة النظام مع حزب الله ومعرفتنا باحتياجات الجيش لوسائط الاتصال والدعم اللوجستي وهالمسائل هاي، أيوة، تؤكد 100% هناك خدمات كبيرة تقدمها إيران ويقدمها حزب الله لصالح هذا النظام. طب عظيم، يا ريت تعطيني يا ريت تعطيني معلومات، يعني هل في كميات أسلحة مفاجئة كانت لكم وصلت بلحظة من اللحظات، إن كان ككمية أو كنوعية، يعني أي معلومات حضرتك بتعرفها؟ هناك وسائط الاتصال، معظم وسائط الاتصال اجت من ايران، معظم وسائط الاتصال على شبكات خاصه للميدانيين اللي موجودين على الارض، نعم، اجت من ايران. وهناك ايضا ذخائر عديده جدا وكميات كبيره من الذخائر اجت للنظام، وهناك ايضا عناصر تعمل مع الاستخبارات وتعمل في مواقع خاصة لخدمة تنفيذ تدمير الشعب العربي السوري. نعم. طيب حضرة اللواء، أيضا بالآونة بالأشهر الأخيرة بدأنا نسمع كثير من الناشطين المقاتلين على الأرض، يعني عناصر الجيش الحر أو المتحدثين باسمه، بأنه في كثير عمليات عم يطلقوا مساعدات فيها من أشخاص داخل المؤسسة العسكرية أو النظام ولكن غير موافقين على ما يحصل. إلى أي مدى هذا الموضوع، يعني كم هو حجم الاختراق من اللي حضرتك كنت عم تعيشه؟ اختراق مين لو سمحت؟ اختراق بس ما فهمتش اختراق الجيش الحر أو يعني أطراف الثورة لصفوف الأجهزة أو أجهزة أمنية وعسكرية. أنا بعرف أنه هناك اختراق كبير لصفوف الجيش وللأجهزة الأمنية، ولكن لا نستطيع أن نحدد حجمه، لأنه يعني هناك سرية كبيرة جدا في التعامل مع هذه المسائل. لكن أنا أؤكد لك هناك اختراق كبير، لأنه القسم الأعظم من كل ضباط الجيش العربي السوري وكل صف ضباط وأفراد الجيش العربي السوري لا يوافقون هذه العصابة على سياستها في قمع الشعب العربي السوري بهذه العقلية وبهذه الآلية. لذلك هم متعاطفين وموقعهم الطبيعي هو مع شعبهم، أكيد هذا الكلام، لذلك يتعاونون بشكل غير مباشر خوفا على أنفسهم وعلى عائلاتهم. طيب حضرة اللواء، أيضا بالأيام الأخيرة بدأنا نسمع عن ما يشبه الاتهامات المباشرة من جانب طبعا يعني مقاتلي الجيش الحر أو قيادة الجيش الحر، أنه في شكوك أنه في ضباط أمنيين أو عسكريين يدعون بأنهم شقوا عن النظام ولكن يتبين بأنهم يتعاملون مع النظام وهدفهم الوجود للتجسس، إن كان في تركيا إن كان في الأردن أو في مناطق أخرى. إلى أي مدى حضرتك لمست شيء من هذا القبيل؟ إلى أي مدى هناك عدم ثقة بين مختلف الناس، يعني عندما يتحدثون عن انشقاق أو عن موقف سياسي؟ أنا لا أعتقد هناك أعداد، أو قد يكون هناك بعض الأشخاص، وهؤلاء الأشخاص مراقبين مراقبة جيدة، لا يستطيعون أنا أعتقد أن يخدموا النظام في هذا المجال. العمل الاستخباراتي أنت يعني والسادة المشاهدين بيعرفوا وسائله وطرقه وأساليبه، لكن كل اللي انشقوا من ضباط وصف ضباط انشقاق حقيقي وجداني مستعدين لمواجهة هذا النظام، وإن شاء الله عن قريب سيتم إسقاطه. طب حضرة اللواء،
يعني دائما الكثيرين منذ بداية الثورة يقولون بأنه نحن نسمع عن انشقاقات وانشقاقات كبيرة ومتلاحقة دائما، ولكن يبقى النظام متماسكا كآلة أمنية، يبقى متماسكا إلى حد بعيد، ليس هناك انهيار كبير أو انشقاق يقسم هذا الجيش مثلا كما حصل في ليبيا أو كما حصل في اليمن. لماذا؟ سيدتي، النظام عمل منذ أيام حافظ الأسد على ترتيب الجيش بطريقة أن لا يتم فيه انشقاق. يعني بمعنى آخر، إذا اعتبرنا أن هناك 85% من ضباط الجيش السوري هم من طائفة واحدة، فتشكيلهم الهرمي في التشكيلات يمنع الانشقاقات من مستوى سرية فما فوق، لأنه هذا التوزيع لما منقول 85% من ضباط الجيش من فئة واحدة أو من طائفة واحدة، هذا يعني ووجودهم في الجسم العسكري وانتشارهم أمنيا بطريقة يعني منظمة من قبل النظام هو اللي حافظ على كيان هذا النظام كل هذه الفترة. لذلك هذا السبب بعدم انشقاق قطعات أو تشكيلات، لأنه كله الجيش كله أصبح حاليا القادة تبعه بنسبة لا تقل عن 95%، القادة تبعه هم من طائفة واحدة للأسف الشديد، لأن هذا النظام اعتمد السياسة الطائفية في تعامله في القوات المسلحة بشكل مطلق وفاضح وليس مستور حتى. أيضا نفس الشيء ما ينطبق على الجيش انطبق أيضا على الأجهزة الأمنية. نفس الصورة اللي موجودة في الجيش أيضا الأجهزة الأمنية. لذلك تجدي أن الانشقاقات على مستوى القطعات والتشكيلات نادرة جدا ولا تحصل بسبب البنية اللي وضعها هذا النظام في تنظيم القوات المسلحة السورية. أوكي. طيب حضرة اللواء، أيضا سؤال يتعلق بالانشقاقات. لاحظنا أنه على مدى أشهر طويلة في بداية الثورة الانشقاقات كانت مقتصرة على ضباط صغار، يعني أكبر رتبة كانت نقيب يمكن عقيد بحالات محددة في البداية بأول كم شهر، وجنود يعني مجموعات جنود. الرتب الكبرى لماذا تأخر إلى هذا الحد وجود انشقاقات فيها، ولماذا يبقى محدودا أيضا؟ حقيقة بالنسبة للرتب الكبرى، يعني بعد ما استخدم النظام الطيران واستخدم المدفعية واستخدم الصواريخ وصرنا نشوف هذه المجازر وصرنا نشوف هذه المذابح اللي عم يقوم فيها النظام، نعم، لم يعد أي ضابط فيه شرف وكرامة وطنية يستطيع أن يقبل ما يحصل لأهله. وأنا أستغرب من العسكري الذي يقوم أو الضابط أو الطيار الذي يقوم بقصف المدنيين وقصف أهله وقتل الأطفال، كيف يمكن أن يكون هذا إنسان بالأساس، وكيف يمكن أن يكون ضابط، وكيف يمكن أن يكون صف ضابط؟ هذا الوضع أدى إلى زيادة عدد الانشقاقات بالأخير. كنا معولين سابقا أنه يتم عملية التغيير السياسي السلمي في بداية الثورة، وكنا موعودين، لكن بعد ما يئسنا نحن من هذه الوعود وشفنا التغييرات هي شكلية والدستور طلع شكلي ولا يختلف عن الدستور السابق أبدا، بالعكس كرس سلطات رئيس الجمهورية، نعم، وكرس سلطات الأمن والأجهزة وطلعت قوانين وأنظمة تخص الإرهاب وما شابه ذلك، نعم، فأيقنا يقين كامل بأن هذا النظام لا يريد أن يتغير. طيب. ولا يريد أن يغير أبدا. سؤال أخير حضرة اللواء، حضرتك من أي منطقة بالأساس، وعندما غادرت هل غادرت عائلتك معك، وهل أنت مطمئن إن كان لا زال لديك أقارب في الداخل بأنهم آمنين؟ أنا أولا من محافظة درعا، أه. من خربة الغزالة، أيوة. طلع معي زوجتي وأولادي، هناك بعض الأقارب اللي أخشى عليهم من هذا النظام المجرم عقابا لا إلي ولا شخصي، وهذا متوقع من هذه العصابة. ونحن كلياتنا مشروع شهادة بالأساس، لما فكرنا ننشق ونطلع
نحن ما توقعنا نصل آمنين إلى المكان اللي انشقينا له موجود فيه. فنحن بالأساس مشروع شهادة لا نستطيع أن نتحمل نعم ما يحصل، وبالتالي قررت أن نكون مشروع شهادة أنا وأخوتي وأهلي وأبنائي نعم. والجميع طيب. نعم قررنا طيب. أن نكون مشروع شهادة، وهذا أنا متوقع وأهلي يتوقعون ذلك. يعني معلش كلمة بسيطة أنا ممكن أحكيها، كل أهل قريتي هاجروا لما انكتب على العربية أو على الفضائيات أنه أنا انشقيت، خوفا من بطش النظام على كامل القرية وليس وحتى على القرى المجاورة. نعم. هربوا في ليلة انشقاقي أنا. هذه صورة النظام التي يجب أن يعلمها الجميع ويجب أن يدركها الجميع. نتمنى السلامة لكافة أهاليك وأهالي سوريا عموما مع تزايد هذا العنف اليومي. أشكرك شكرا جزيلا حضرة اللواء المنشق محمد حاج علي، كنت معنا مباشرة على الهواء من مكان لن نذكره لسلامتك وأمنك مع عائلتك.